البنات، السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. حبيبي الغاليين، كنشكركم بزاف على التعاليق الجميله ديالكم اللي كتخليوا لي انا، كنشكركم بزاف 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 لانها تعاليق محفزه، وهذا هو اللي كيخليني انني نقول البنات راهم كينتظروني، خاصني نحط لهم شي حاجه اللي طلبتوها مني نتوما البنات. والبنات كل شيء اللي طلب لي شي وصفه غادي نحطها لكم ان شاء الله بالتدريج، غادي ما غننسى حتى شي وحده الا لكانت شي وصفه اللي ما عنديش فيها تجربه وما كنعرفش شي واحد اللي جربها وقريب لي بزاف، هي اللي ما غاديش نقدر انني نحطها حتى نتاكد منها، لان ما نقدرش، لان الا كان الجسم ديالنا امانه في رقبتنا ما بالك في اجسام الناس كلها راها كتكون في رقبه الانسان الا مشى حد شي وصفه انها يعني ماشي مجربه، ما نقدرش انني نهزها على رقبتي. البنات اللي بغوا الوصفات ديال التجاعيد اللي كيكون عندهم تجاعيد يعني محفورين بزاف، عندي واحد الوصفه من عند واحد الاخت تركيه، راني قلتها لها، قلت لها الا هي قبلت باش غادي يعني تهضر معايا غادي تهضر، واخا انها كتهضر غير الفرنسيه وكتهضر غير التركيه، وإلا ما قبلتش المهم غتعطيني الوصفة أنا غادي نقدمها لكم إن شاء الله، لأنها استعملتها هي كانت مرت بمشاكل اللي خلاتها دارت هذوك التجاعيد، الله يحسن العون، كانت عندها ظروف وتحفروا لها بزاف وجهها، واستعملت واحد الوصفة وعطاتها نتيجة غزالة غزالة غزالة، ومنين شافتني أنني كندير هذوك اليوتيوب هي اللي اقترحتها عليا، قالت لي غنعطيك الوصفة تحطي هذه التجاعيد يعني مجربة للتجاعيد اللي محفورة بزاف، وعطاتني هاد الوصفه هذه قالت لي هذه راها غزاله غزاله غزاله، حتى هي بوتوكس واعره البنات، قالت لي بوتوكس يعني ما تحتاجش تمشي دير شوك ولا دير شي حاجه، ولكن بوتوكس واعر عن تجربه من عند ديك تركيا يعني بصراحه البنات. المهم غادي نخليكم مع الوصفه ان شاء الله بحول الله، واي وصفه راكم كتكتبوها لي في التعاليق البنات راني كنقيدها عندي في لاجوندا، واكيد ان شاء الله غادي نحطها لكم على الراس والعين. يلا حبيبي ندوزو على الوصفه اللي هي ساهله البنات، ما فيهاش بزاف ديال الحوايج وكلشي عندنا موجود في الدار. عندنا البنات هانتوما كيف كتشوفوا عندنا هنايا المايزينا اللي كل واحد عنده يعني النشا، كاين اللي كيعرفها بالنشا. المهم كتكون من الورد ديال الذره، كمعروفه كلشي كيعرفها البنات. عندنا حبه واحده ديال البيض فقط، غادي ناخذ غير الابيض ديالها البنات، الابيض ديال البيض. وعندنا الارز الغني على التعريف البنات، الارز راكم كتعرفوه، ماشي نقول لكم انا جيبوا نمره واحد ولا نمره جوج ولا شي حاجه، اي نوع من ديال الارز كيف ما بغات تكون عندكم البنات استعملوها كيف ما كان، ارز هكذا البنات. ياك انا غادي ندوز معكم دابا للتحضير ان شاء الله. هانتوما كيف كتشوفوا حبيبي، خديت معكم هنايا معلقه كبيره ديال النشا، وعندي معلقه كبيره ديال الارز اللي كنطحنوه، وعندي هنايا بيضه اللي غادي ناخذ غير البيض ديالها. هاو دا البنات، فصلت دابا البيض، البيض حيت البيض بوحديتو والاصفر بوحديتو، لان محتاجين يعني البيض بوحديتو. ودائما كنصحكم البنات، انا هاد البنات اللي كيشوفوا معايا الوصفات كيشوفوني دائما هادي كنخدمها على حسب الوصفات البنات. هانتوما غادي ناخذوا هذاك الابيض ديال البيضه، غادي نضيفوا عليه المايزينا، راها ساهله البنات زعما كاينه بصراحه، راها ممتازه ممتازه ممتازه. وكنديروا الارز هكذا وكنبقاو كنخلطوا البنات حتى كيتجانس لنا الخليط ديالنا مزيان. دائما ديروا خدموا البنات الخشب، او الا كان عندكم دوك المعلقات ديال الودع او ديال الزاج، وما كاينش ما احسن من الخشب والطين، لان هذا وصفات ديال الجسم ديالنا، الوجه ديالنا خاص شي حاجه اللي تكون طبيعيه. غادي تبقاو البنات هكذا كتخلطوا حتى غادي تحصلوا على كريم، ونرجع معاكم باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف البنات. هانتوما البنات كيف كيولي الشكل ديالها، هي لكم هذا باش تبقى تبان لكم غير الوصفه. شوفوا البنات كيفاش كتبان، نقرب لكم ها انتم شفتوها كتولي على شكل كريم، ما كيكونش كاع هذوك الحبيبات ديال المايزينا. من بعد البنات هاد الوصفه هذه ضروري ديروا اي مقشر، لان البشره خاصها تنظف بعداك ويتفتحوا داك المسام. يا ريت البنات انكم بحال دابا ملي ديروا مقشر تاخذوا شويه ديال اي عشبه اللي نتوما كتبغيو، يعني كاين الخزامه، كاين ازير، كاين الورد،
اي نوع نتوما كتبغيو الريحه ديالو ولا كديروه البشره ديالكم، جيبوا واحد الاناء ديروا فيه الماء طايب بزاف، ديروا فيه هذاك النوع ديال العشبه اللي بغيتو نتوما، يعني اي نوع بغيتم، وكديروا داك البخار تخليوه للوجه ديالكم من بعد التقشير، يعني حتى يتقشر الوجه عاد كديروا باش دوك المسام كيتفتحوا، وكديروا الماسك ديالكم البنات وكتنعسي على ظهرك مزيان وكتهزي وجهك مزيان الفوق باش هكذا الوجه ديالك كيتجبد ملي كترجعيه للور، وكتجلسي ترتاحي في هذا الماسك هذا لمده 20 دقيقه. المهم كيكون نشف حتى كتحسي بوجهك كتلقايه، شتي البنات كي كتحسوا به كتلقاوه مجبد مجبد، يعني راه بوتوكس مجبد. كتنوضوا كتغسلوا وجهكم بالصابون اللي موالفين، يعني كل واحد النوع ديال البشره ديالو، كل واحد، لان هذا الماسك لجميع انواع البشره. كتغسلي وجهك بهذاك يعني بهذاك الصابون اللي موالفه كتغسلي به وجهك، كتنشفيه وكتدهني وجهك بالكريم العادي اللي موالفه كديري ديال النهار ديالك، او الا درتيه بالليل كديري الكريم ديالك ديال النهار. كتستعملوها البنات هذه حتى يوميا، البنات اللي عندهم تجاعيد بارزه استعملوه يوميا، راه من النتيجه كتبان لكم من النهار الاول. اول ما كديروا هذا الماسك هذا انت دايره وانت كتحسي بوجهك كيتجبد، ممنوع الضحك البنات، ممنوع الهضره، ممنوع كلشي. كتعرفوا الماسكات اللي كيكونوا خاصين التجاعيد خاصك تكوني اصنام واقفه ثابته مرتاحه، تلقي قران تلقي موسيقى، كل واحد وعلاش كيرتاح، واسترخي وارتاحي وخلي الوجه ديالك يتجبد باش كيرجع الجلد ديال البشره كيرجع لبلاصتو. اي حاجه كترجع لبلاصتها بحال كدير لها بحال واحد القالب، يعني كتوقف في البشره في بلاصتها، ومع المده كتستعمليه يوميا. بحال دابا نقول مثلا كديري هذا النهار، وهي الماسك البنات ديال البشره ما كاينش ما احسن منهم هما في الليل. علاش؟ لان كتكوني ساليتي الشقة، ساليتي باش تخرجي للشمس، باش تخرجي للفران، كتكوني كطيبي كتشقي الوجه كيتحنيه كيتحنى هكا الفوق. احسن حاجه البنات هو ملي تسالي شغلك عطي وقيت لراسك، راه 20 دقيقه وزيد عليها هذيك 10 دقائق ديال الكوماج و10 دقائق ديال غسل الوجه، راها كما قالوا شي حاجه راها والو، راه 24 ساعه عطي راسك غير ساعه في النهار، وغتلقاي راسك دائما مهتمه بوجهك، وفي الصباح ملي كتفيقي كتلقاي واحد الاشراقه، وكتلقاي راسك انت مرتاحه نفسيا لانه كديريها لنفسك انت. ملي كتشوفي وجهك في المرايه وكتلقاي وجهك منتعش وهذا، راه انت نفسيتك كتقي النهار كامل، وانت النهار ديالك غزال. علاش؟ لان انت هي مرتاحه، ماشي تقولي انني غندير هذا الماسك باش نبان للاخرين زوينه، لا بالعكس، ليك انت، بداي من نفسك انت الاولى. الا كنتي كتشوفي راسك زوينه راه اكيد الناس كلهم غادي يشوفوك زوينين. كنتمنى البنات انه نكون خفيفه ظريفه عليكم، كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه ان شاء الله بحول الله، وتخليوا لي التعاليق ديالكم كيف العاده، والمره الجايه ان شاء الله غادي نحط لكم التعاليق ديال البنات اللي جربوا الوصفات ديالي وعطاوهم النتيجه، لا من ديال انقاص الوزن ولا من ديال نضاره البشره ولا من اي حاجه. غنخلي لكم التعاليق ديالهم ان شاء الله نحطهم لكم في الاول ديال الفيديو القادم ان شاء الله. حبيبي شكرا لكم بزاف، ما تنساوش دائما اللايكات ديالكم اللي كتشجعني، والتعاليق الجميله، والاشتراك، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. وجيتو في قلبي لميتوش، حدو عناني وجيراني خفتهم يحسدونا، في حبنا يلومونا، ننساها انا وينساني. جاني وجيتو في قلبي لميتوش، حدو عناني وجيراني خفتهم يحسدونا، في حبنا يلومونا، ننساها.